اخباركم؟ عيد مبارك سعيد لكاع الشميسات دياولي والعائلات ديالهم. كنتمنى انه يدخل عليكم الصحه والسلامه وزيد الرزق ان شاء الله، ويكون احسن من الاعياد اللي فاتوا. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم الاجواء ديال العيد هنايا، اولا الباروك ديال العيد كيفاش كندوزوا هنا، لحقاش الاجواء صراحه هي اللي كنا كندوزوا من كنا صغار. كيجيب والدينا الحولي للدار، كيبقى الحولي يبعبع، نسمعوا التبعبيع ديالنا التبعبيع ديال الجيران. في الصباح كنفيقوا فرحانين، ندوروا على الجيران نشوفوا شكون الحولي اللي غيتذبح الاول. هادو هما الاجواء اللي حنايا عشنا في الصغر ديالنا، مي هنا للاسف ما كاينش هاد الاجواء هادو. ما كنحاولوا حنايا نخلقوا هذاك الجو ديال العيد باش حتى وليداتنا يعرفوا بلي راه كاين العيد الكبير، ها شنو كنديروا في العيد الكبير. المهم البنات دابا لقيتوني غادا عند الجزار، لحقاش ديجا تفاهمنا معاه، شرينا الحولي. مي الحولي كيجيبوه لينا حنايا ديجا مذبوح، ما كنمشيوش حنايا يعني نذبحوه، كيديوه للمجزره الاسلاميه، غيجيبوه نهار الحد في العشيه ان شاء الله، ولكن حتى الاثنين عاد غنمشيو من موراه باش يقطعوا لينا، خاص اللحم حتى تيبس. ودابا غادا عنده ان شاء الله، لانه الحد العيد عندنا هنايا، والحد الحمد لله انا ما خداماش، دونك غنمشي كنتمنى اني نلقى عنده داكشي اللي بغيت باش هذاك النهار ندوزو حتى حنايا الايام ديال العيد. غتجي عندي اختي ديجا غتدوز معايا هذاك النهار، دونك غنحاول نمشي نخطف شي حويجات بما جاب لينا اللحم نهار الاثنين. كنبغي نشكر كاع الشميسات اللي وراوني من نشري الكسكاس، واغلبيه قالوا لي سيري الليدل راه جابوه في الليدل. دخلت كنشوف في الكتالوج ما لقيت والو، ولكن واخا هكاك مشيت لاقرب ليدل كاين حدايا، فعلا لقيتهم جايبينهم. فيهم ثلاثه ديال البياسات ما تتصداش اينوكس، ولكن البنات ما تضحكوش عليا، ولكن راه جاني صغيور ما غيقدنيش، لانه لا كانوا معايا العائله ولا كانوا معايا الدار. بغيت نصايب مثلا كسكسو نطيب فيه الخضره نطيب فيه اللحم، ما غيقدنيش الطنجره فيه صغيوره. هنا جيت عند الجزار وتفكرت كاينين بزاف ديال الاخوات كيسولوني على هذا السيرو هذا اللي كنا كنديروه مع الحليب، كيجينا بحال الشكل ديال الرايبي الذكريات. المهم بزاف ديال الاخوات كيقولوا لي جيهان هذاك السيرو ديال الرمان ديال النعناع فيه القاوه، راه كاين البنات عند الجزار كيبيعوا، وحتى البنات اللي تيسولوني على البرغل راه تلقاوه عند الجزار. هذيك الشحمه ياك؟ هذيك الشحمه بوحدها باش ما تلقاش الريحه زعما فيها. صافي شكرا ربي يخليك. هكاك مزيان. الناس هاد الزيتون عنده واعر خطير كيصايبو هما هنايا في واحد المذاق بحال مصايبينو في الدار. عفران هذا شحال كيدير؟ هذا اوراق مزيان. هذه تا كيلو 600 مزيانه؟ مزيانه. وعندك راس الحانوت؟ ايه موجود. واخا عطيني راس الحانوت. خديت الحمد لله داكشي اللي خاصني اللي كيدار في الصباح ديال العيد، خديت الكبيده خديت القلب، ما خديتش الكرشه لحقاش ما عنديش معها بزاف، انا كنسيس غير المريقه ما كياكلها ليا لا راجلي لا اختي لا حتى شي واحد. خديت حتى اللحم ديال الغنمي، خديت الجهه ديال العنقره والرجل باش غندير ان شاء الله المرزيه وغنشاركها معكم. والحمد لله لقيت عنده راس الحانوت، لانه المرزيه بلا راس الحانوت ما كتكونش صراحه. انا كنجيبها معايا من المغرب مدقوقه على اليد من داكشي الرفيع، ولكن ما بقاتش ليا. خديت اللوز ووصيتو على الريوس، ما كانوش عنده اليوم، غدا ان شاء الله غنمشي من موراهم حيت انا كيعجبني الراس مبخر بالمليحه والكمون، واخا هنا كيطيروا ليه الجلده ماشي مشوط بحال المغرب كتجي فيه داك النسمه زوينه، ولكن ماشي مشكل يعني كنقضيو بداك الشيء اللي كاين. المهم كنخليو في الدار الريحه ديال العيد الكبير، يعني الا جا عندنا شي حد للدار كاينه هذيك الريحه ديال العيد الكبير، هذا هو المهم. صافي البنات دابا غنمشي غنشري البلانشا باش نديرو قطيبات. خديت حتى الشحيمه، لانه القطيبات بلا شحيمه ما تيجيوش، خديت شويه ديال الشحيمه نهار العيد ماشي مشكل. اون بيشالانيو خلاوها اسبانيو نو سيدانيو مره في العام ماشي مشكل، وهادشي اللي كاين. دخل دابا الكاريفور خاصني شويه ديال الضو القطيبات.
المجمر واحد العام درت المجمر درت لهم داك الشغل ديال المغرب مشيت جبت الفاخر نعم السيد شهيت القطيبات ديال المغرب راك عارفهم الشحمه الدخان اللي كيطلق يلاه انايا بديت كنصور واحد شويه بدا الدخان كيخرج حل الشراج محل التراسه بدا كيخرج من جميع النواحي ما جا فين يدوز واحد شويه ديال الوقت حتى كيدقوا عليا البوليس المهم هما كانوا في غرناطة كي عرفوا الديانه ديالنا قال لي راه ما تقدريش ديري الباربيكو في البيسوز قلت ليه سمح لي اليوم العيد وداكشي قال لي سي لو انتيندو بيرو برويبيدو هاد المره ما غنعطيكش مولتا بيرو المره الجايه قلت لي في خاطري ما غتعاودش المره الجايه على داكشي اليوم جيت باغي ناخذ بلانشا ديال الضو باغا شي وحده اللي نستعملها لكلشي يعني ندير فيها اللحم ندير فيها الشوان ندير فيها نطيب فيها مليويات نطيب فيها الحرشه المهم البنات انا غنشوف الموديلوس اللي كاين وغنشارك معكم كلشي اش بان لكم البنات دي هادي دايرين على انها كتوزع الحراره مزيان كنتسنى دابا هذوك اللي خدامين هنا يجيو يهضروا لي شويه على كل حاجه مي قرينا عليهم بانت لي هذه احسن حاجه من بعد غنمشي غنشوف الكسكاس واش عندهم الكسكاس راه حتى حنايا هنايا في اوروبا كنوجدوا العيد نتوما في المغرب كتشريوا العطريه حتى حنا هنا راه كنوجدوا العيد القطبان كاينين في الدار قطبان القطبان عندي المهم غنتسنى السيد يجي يهضر لي على كل حاجه وداك السعدات من مشي للدار غنوريكم اين هي اللي كاينه في الاخر خدينا هذيك البنات اللي وريتكم بالنسبه لاغونتي عندها عماين في التيكي يعني التيكي ديال كومبرا احتفظوا به ديروا ليه فوتوكوبي لانه هادو كيديروا لهم واحد التينتا اكسبري كيديروها دغيا كطير يعني الا شريتوا شي حاجه ديال الكترودوميستيكوس يا اما صوروها خليو عندكم التصويره في التليفون يا اما ديروا لها فوتوكوبي لانه الا خليتو في شي بلاصه دغيا كتمحى لكم هنا غندوز نصايب واحد الديسير غنصايب البنات فلون او كريم كراميل اللي غيطيب في الفران كيجي زوين وسهل يعني ما كيطيبش ما كيتطلبش بزاف ديال المكونات غنحتاج 6 ديال البيضات يترو ديال الحليب من الاحسن يكون كامل الدسم غنحتاج 2 ساشيات ديال سكر فاني وغنحتاج 6 ديال المعالق ديال السكر اول حاجه غنديرها غندير داك اللترو ديال الحليب يدفى ليا ماشي سخن وماشي غلا غير يدفى وطفيو عليه وفي كاسرونه غنوجد الكراميل اللي غنستعمل ليه نص كاس ديال السكر مع ربع كاس ديال الماء يعني تقريبا واحد معلقه ونص حتى جوج معالق كبار ديال الماء وغنخليه ما غنحرك لا بمعلقه لا حتى شي حاجه غنبقى غير نحرك الكاسرونه حتى نحصل على الكراميل طلع على اللون الذهبي ديال الكراميل صافي حيدوه حطوه في المول ما تخليوش حتى يتغلق بزاف لان كيجي فيه واحد المذاق ماشي زوين كيجي فيه كيولي قاصح وكيجي فيه المذاق الحريق طريقه التحضير ولا اسهل ما كياخذش منكم نهائيا الوقت اللي ما بغاتش ديروه في الماكينه في الكاس ديروه في الطراب اليدوي ماشي مشكل غندير انايا كاع البيض اللي عندي وغنضيف 6 ديال المعالق ديال السكر المهم السكر كيبقى على حساب كاين اللي كيعجبو السكر قليل كاين اللي كيعجبو السكر كثير من بعد غنزيد 2 ديال لي ساشي ديال سكر فاني باش نهرس هذاك الطيبه ديال البيض وغنطحن كلشي مزيان حتى يذوب ليا هذاك السكر مزيان من بعد غنبقى نضيف الحليب كنأكد يكون دافي ماشي سخون باش ما باش البيض ما يعقدش لينا صافي كنبقى نضيف الحليب تدريجيا من بعد كنطحن كلشي مزيان حتى ينسجموا ليا جميع العناصر بيناتهم وغنخويه في المول اللي غندخل للفران كراميل راه دغيا كيبس بالنسبه للفلون البنات راه كيدير الكشكوشه من كطحنوه كيدير الكشكوشه الا بغيتوه ما يجيكمش مثقب بزاف فكتاخذ واحد المعلقه وتحيدوا كاع هذيك الكشكوشه اللي كتكون من الفوق انا صراحه ما عنديش مشكل بالعكس كيعجبني المنظر ديالو هكاك دونك ما كنحيدهاش وغنضيف الماء طايب باش يطيب ليا في حمام مريم غندخلوا الفران الفران طبيعه الحال اللي نكونوا ديجا سخناه قبل انا مسخناه على درجه حراره 180 شاعلاه من التحت ومن الفوق وغنبروغراميه غنخليه 45 دقيقه كريم كراميل بعد 45 دقيقه ها هو واجد واخا تحركوها البنات ويبان لكم شويه ملعلع يعني باقي كيمشي وكيجي تقولوا راه باقي خضر راه كيكون طايب اون فوا غتخرجوه غيبرد لكم وغتدخلوه للثلاجه راه كياخذ هذاك القوام ديال الفلون دابا غنخليه يبرد ليا مزيان بحراره المطبخ من بعد غنلويه بفيلم اليمونتير وندخلوه للثلاجه غيبات ليا ليله كامله حتى الغدا عاد غنقدمه ان شاء الله
غندوز باش غنشرمل اللحم ديال المروزيه وغنخليه يبات ليا حتى الغدا ان شاء الله. عاد غنطيبو هكا كيمتص هذيك العطريه وكيجي بنين بزاف. في الشرموله عندي معلقه كبيره ديال راس الحانوت اولا العطريه ديال المروزيه، وغندير معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ما عمرش ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الملح، المهم الملح كتبقى على حسب الذوق. غندير واحد شويه ديال الابزار وشويه ديال الزعفران شعره، نص معلقه ديال السمن الا ما عندكمش ديروا الزبده، وثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين. غنخلط العناصر كامله مزيانه، غنخلطهم مع الماء، نحركهم مزيان وغنشرمل اللحم مزيان. من بعد غنغطيها بفيلم اليمونتير، ندخلو للثلاجه، غنخليها حتى الغدا الصباح ان شاء الله. مي ماشي بالضروره البنات تقدروا تفيقوا في الصباح تبداو تشرملوا اللحم هو الاول ومن بعد طيبوها. اليوم الصباح ديال العيد، الريوصه دياولي ها هما غسلتهم مزيان، درتهم كيسقطرو. حنا كيجيونا الريوصه مسلوخين، ما تيجيوناش مشوطين. حيت ليهم المخيخ ديالهم، درت الماء كيغلي، غنبدا بهم هما ولا لحقاش كياخذوا الطياب. كنرش عليهم غير شويه ديال الملح والكمون، وكندوز مباشره باش نطيب اللحم. الكميه اللي عندي البنات راه تقريبا 1 كيلو 600 كيلو 700 غرام هكاك. غندير معاه واحد البصله كبيره مشلضه قطعتها طريفات صغار، وغنزيد واحد الكاس الا ربع ديال الزيت. انا الزيت اللي استعملت زيت الزيتون ولكن خفيفه بزاف، نتوما الا عندكم الزيت قاصحه خلطوا ديروا كاس الا ربع ما بين زيت الروميه وزيت البلديه. وهذيك العطريه اللي بقات ليا ديال الشرميله ديال اللحم غنزيد لها شويه ديال الماء، لحقاش المروزيه ما كتبغيش الماء بزاف، يعني ما غنغطيش اللحم حتى الفوق. غنزيد غير واحد شويه ديال الماء اللي غيطيب ليا بها اللحم، وصافي غنسد عليه حتى يطيب على خاطرو، ومن بعد غنكملوا المراحل. وهنا غندوز باش غنرطب الزبيب. عندي تقريبا واحد 160 غرام اللي استعملت، المهم كيبقى على حساب الرغبه. غنكب عليه الماء طايب وغنخليه حتى يطيب ليا اللحم، داك الساعه عاد غنصفيه وغنزيدو هو والمكونات الاخرين. فاش طاب ليا اللحم غنزيد عليه الزبيب اللي صفيتو، معلقه صغيره ديال القرفه، وغنزيد واحد ربعه ديال المعالق كبار عامرين ديال العسل. انا المعلقه اللي كتشوفوني كنخدم بها راها كبيره على المعالق الكبار العاديين، مي انا كنقول لكم يعني العبار اللي درت على حسب المعالق الكبار، درت ربعه ديال المعالق كبار عامرين، مي كتبقى على حسب ذوق الحلاوه تقدروا تزيدوا اكثر. وغنقص على اللحم يعني واحد النار مهيله، غنخليه يتعسل على خاطرو. وهنا البنات راه عندي الزيت بارد، غنضيف عليه اللوز اللي غنقليه، زيت بارد، عاد غنشعل عليه النار تكون متوسطه وما تغفلوش عليه لانه دغيا كيتحمر، غير ياخذ هذاك اللون الذهبي صافي غنحيدو. دابا غندوزو للكبده، لا ما كاين الكبده ما كاين والو، العيد هو الكبده. غسلتها مزيان، غسلت القلب حتى هو، حليته من الداخل، حيت فيه كاع داك الدم اللي كيكون مجمد، وحليت واحد شويه. ما غنطيبهاش بزاف، غير واحد شويه تبدلها اللون ديالها. غنفلحها من الداخل باش كاع هذاك الدم يخرج فيها، ومن بعد غنقطعها على شكل قطيبات بحال اللي موالفين كنديروها. الا لقيت على انها باقه خضراء يعني باقه فيها شويه ديال الدم، غنعاود ندوزها واحد شويه غير تاخذ ليا هذاك اللون الابيض، بعد غنقطعها وغنلوي عليها الشحيمه ديالها. يا نوبارك على محمد، الله الله الله.
العربي ويا الحجاج لا مشيتو هبزرنا من العالية هنطو طعبي برزمزم هو صواف ورقيا الشاوية ودي وزنزمية صافي البنات كل شيء وجد ليا بولفاف ها هو حتى هو لويتو غنستنى البلانطا غير تسخن لي واحد شويه ونطيبهم. واحد القضيه ما كنتش عارفاها ما عرفتش اكيد كاين بزاف غيكونوا عارفينها وكاين لي لا شحال هذه مين كنت كندير الشحمه كان كيخرج ليا الدخاخن بزاف. البارح كنهضر مع ماما وسولتها قلت لها شحال هذه كنتي كتنشري الشحمه قالت لي اه بنتي نشريها باش هكا مين تجي انك طيبيها ما كديرش لك الدخان بزاف. اكتشفت بانه انا كنت كنجيب الشحمه من عند القزار ما كنشرها ما حتى شي حاجه هكا كتكون باقه طريه كنديرها وكانت فعلا كتطلق لي واحد الكميه كثيره ديال الدخان. دابا البنات بيتها ليله كامله وهي منشوره والصراحه ما طلقتش ليا الدخان بزاف. بديت كنحط طبله اللحم اخر حاجه غنحطها حتى يجيو صبقت داكشي الاخر اتاي ضروري اتاي في الطبله وبومس البنات بومس شفناها عند الجزار شحال بيني وبين هذيك راه ديال المغرب ماشي ديال هنايا. اليوم ما كاين لا ريجيم لا والو ما كاينه بومس والشحيمه ونخليوها على الله. هادو هما الاجواء ديال العيد يعني واخا حنايا بعادين على المغرب دائما فيما كيكون شي عيد ديني كنحتفلوا به ورغم الظروف كنحاولوا نخلقوا الاجواء. درت البنات المروزيه كيف ما شفتوا هذا هو الشكل النهائي القطيبات كاين اللي درتهم بالشحمه كاين اللي درتهم بلاش الرسم بخر ضروري يكون حاضر مليحه والكمون. كنتمنى تكونوا دوزتوا عيد سعيد برفقه ديال الاحباب والعائله والحمد لله خلينا الريحه ديال الحولي في الدار واخا ما كانش عندنا الحولي مربوط ولكن الريحه ديالو بقات الحمد لله. نتمنى لكم عيد مبارك سعيد والناس اللي غيعيدوا حتى نهار 2 كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وكل عام يلقانا باحسن الاحوال ان شاء الله. في الديسير حطيت كريم كراميل اللي صايبت معكم البارح درته نهار قبل ولكن راه ماشي بالضروره تقدروا تصايبوه في الصباح وتحطوه في الغداء غير هو خاصو يبرد واحد الربعه حتى الخمسه ديال السوايع كلما كيبرد كلما كيجي حسن في المذاق. زوقته بشويه ديال الفواكه المهم التزيين كيبقى على حساب الذوق. اختي جابت معها هذيك الطارطه المهم كلشي حطيناه ضحكنا الحمد لله نشطنا تجمعنا دوزنا واحد الوقيته زوينه. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم خليوا لي لايك ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.